يو 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 يا ساتر حبايبي كلام مثل ما انتم شايفين شباب من شوي نزل البربر شباب الصراحة يعني أنا بعرف خاصياته بعرف كل شباب بس ما تحملت شباب قلت لا لازم أرجع أجيبه حبايبي الكرام مثل ما انتم شايفين شباب الحلوين البربر حبايبي الكرام مثل ما انتم شايفين عنا واحد من ضرر واثنين مسرع ولكن فيه نقصة بالحركة حبايبي so guys حبايبي طبعا كل مشاهد المقطع لا تنسوا تتابعوا حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس حبايبي الكرام في مسابقه اسطوريه شباب على الانستغرام شباب اللي ما شافها يروح يشوفها شباب موجود على اليمين شباب عليكم شخطه جيمنج شباب اللي يروح على الانستغرام شباب يشاهد المسابقه حبايبي والقول بسم الله شباب بسم الله الرحمن الرحيم اوكي يا اساطير يعني من انتظار هذا البربر شباب يعني ما قدرت قلت لا لازم 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 ثم لازم انه ارجع شباب يعني كنت بدي اجيبه اجيب اجيب شو تقول اجيبه بحساب هيك خلص لا شباب لا هرجع اصور شباب ورجع نجيبه يا صديق سو جايز عندنا هون 5000 لازم 5 تونك شباب عندنا هون برج التوكن يا صديق نضرب خمس اول 5000 ما راح اطول عليكم يا اساطير 100 جوهره شباب اول توكن يسعد دينكم اتمنوا شباب يعني الصراحه تاكل توكن ثاني هاي لو كثر حظي حلو ام لا طبعا شباب راح نروح شو بس دور بالك راح اشوف الجوائز الموجوده ما راح نستعجل كثير عندنا هون جواز حلو باجات اسطوريه وشي لوز لوز جبنا اول توكن اتمنوا روح توكن ما شاء الله بليز ما رح. يعني ماني حاب لا توكن هذا لازم يكون توكن يا الله توكن شو هاي اوه حصلت على هذا السكين هذاك اوكي شباب طول بالكم رح نخليه ان شاء الله توكن حبيبي والله حبيبي والله شباب باقينا اثنين من التوكن شباب ان شاء الله ما نتعذب اوه في عنا لفه خاصه معلم شو هاي اوكي 25 نضرب لفه خمسه شباب صراحه شباب يعني كتير انا يعني ما اعرف شو بدي اقول لكم حبايبي فما يصير نزل حدث لازم نزل حدث سيرفر منه شباب شيء اكيد اني انا انزل عليه ما اقدر شباب مع انه كنت جايب هذا بغير سيرفر يعني كان نازل بغير مكان جبته بس ولكن يعني شباب تمام لازم ندخل نشوف شباب اوكي حبايبي الكرام باقي لي 2 توكن يا ربي 2 توكن يلا باقي لي 2 توكن محب معلم توكن ان شاء الله يا اخي شباب سبحان الله شباب ما اعرف ايش بيصير توكن شباب باقي توكن واحد شباب يعني باقي واحد توكن من الاخر باقي واحد توكن شباب حتى 2200 جوهر اوه لك شباب نسيت الحقيبه هي طولوا بالكم نعمل هي مطالبه للخزنه هي نجيبها معلم كلام عشان كل شيء عندي اوكي يعني راح اخذ بطاقات هذول راح نعمل اختيار كامل يا اساطير ونحصل على 25 لفه شباب بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا رب يا رب يطلع لنا ابلع يلا يلا هذا هو هذا هو هذا هو ها جنبتك لا يا زلمه 25 لفه شباب ولا توكن لا يا زلمه يا زلمه شو بدي اعمل بدل تيك توك يا زلمه عندي يا زلمه دخيل الله روح معنا ما بدنا نخلي شباب بدنا التوكن شباب بليز التوكن شباب التوكن 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 يا ربي مستطيل شباب باقي توكن واحد بليز يلا قرينا بليز قرينا توكن واحد يلا هذا هو توكن الاخير يوب بوب 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 بوب. شباب الصراحه انا كنت خايف من هذا الحدث اقسم بالله شباب هذا الحدث كنت خايف منه تعرفوا ليش؟ لانه هذا بيخوف هذا الحدث شباب دائما حظ بيت جبت ابو البربر شباب ايه تمانو شباب هذا البربر يا لطيف تعال 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 ندخل نشوفه شباب ونعمل له مقارنه شباب لنشوف هذا البربر اللي راح يدمر على هذا البربر ولا هذا في واحد ضرر بس هذا شباب شوفوا شو فيه شباب فيه سرعه عاده تحميل يعني نفس هذا تمام بس فيه سرعه تحميل يعني اسرع بكثير يعني خلينا ندخل نشوفه شباب نرجع نجربه اول شيء شباب اوكي متحمس كثير ارجع اجربه اوكي لا يعني ضروري ضروري برو ضروري ايه تمانو شباب هي بيكون جبنا البربر تمام ويل 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 شوفوا معي شباب شوفوا معي وقف شوي ايه تمام شوفوا معي الشكل شباب اعطوني رايكم بالشكل يا اساطير هنا نعمل لكم زوم ويل شوفوا الشكل شباب شوفوا الشكل شو رايكم بالشكل يا اساطير ايه تمام حبيبي والله حبيبي والله حبيبي والله البربر حبيبي والله يا سلامي 14 يا شباب ايه تمام شباب ويلي هيد شوت اسطوري شباب شوفوا طول طول بالكم خلينا ناخذ رجله هون نجي لهون معلم التمانو حبيبي والله نجيبون هاي لوين هاي وين هاي وين هاي هون يا شباب البربر الاسطوري تعال هون تعال هون معلم يا اخي والله شاب شكله مخيف شكله مخيف شباب شكله مخيف طب رح نجرب رح ندخل نجرب رح نجرب شباب نصين يا شباب نصين اقسم بالله شباب خلينا نشوف تمام يلا روح ادخل على الساحه ادخل معنا ادخل بسرعه ما نفهم
يلا هابي ولا البربر البربر شباب المدمر 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 شباب الوشتات الأسطورية اتمانو يا حبيب بسرعة اقسم بالله لا انت هيك راح تعصبني معلم انت هيك راح تعصبني تعال هون اتمانو حبيبي والله لك شو هالتشا ويلي بربر هات عم بربر معلم هذا ما جاب ما تبربر معلم ما اتفقنا تعال فرجي تعال رح نوقف هون شباب شوف الشكل الاخضر شباب كيف يضرب وين شوفوا الهيد شوت حبيبي والله اي والله كفو عليه والله كفو عليه بس شباب خلينا نحاول نضرب شبابكم برضو يا زلمه شباب ضربتين بيموت اللاعب في الطقطقه يا زلمه لا 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 شباب هذا راح يكون من الاخر اجيكم من الاخر شباب هذا الشوت جان راح يكون التوب 1 انه يعني ايش باين شباب باين خلينا نشوف من بعد كيف من بعده فشباب فيور سرعه الحركه بطيئه شايفين معي اوكي بس عادي شباب عادي يعني بالبربر يعني ما راح شو هذا معلم ايش فيك معلم ايش فيك حجي ايش فيك معلم حبيبي والله طولنا بالك حبيبي والله ويلي 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 بطول براك معلم ايه جبت هيد شوت لك الاخير يا زلمه شوف شو هيد شوت ولا مش هيد شوت هيد شوت مش هيد شوت غدروني 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 تعالوا معلم شباب الصراحه انا كثير متحمس عليكم اوب 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 شايفين من الثانية شباب شباب تقييمكم هذا الشوتجن عن جد يعني تقييمكم الاخر هذا الشوتجن شباب ويييي اوووو ولا 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 شباب شباب اقسم بالله ما بعرف شو تقييمكم والله شيء اسطوري شباب الصراحة حبيبي والله تعالوا ها شباب يعني ان كنت انا كثير متحمس ينزل هذا الشوتجن شباب تعرفوا ليش؟ راح يكون مدمر راح يكون شباب اقوى شوتجن باللعبة شباب انا اعطيه 10 على 10 يا اساطير انا اعطيه 10 على 10 هذا الشوتجن معلم شوف ما بده شيء معلم بس ترفع الايم لفوق راح تجيب لا والله شوف هذا من خوفه شباب حط هاي من خوفه حط هاي شباب من خوفه حط هاي شوفوا معي من خوفه حط هاي شباب لاحظتوا من خوفه عم يحط الهاي اللي شو اسمه مشان يخف الضرب عليه حبيبي والله عجي تعال يا جميل وينك يا جميل تعال برو تعال 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 معلم هذا مبربر هذا مبربر راح يبربرني والله بربرني اسطوره كفو عليه ما نعرف شلون راح نجرب لا لا طولوا بالكم شباب راح نشوف نعمل هيك شوي مقارنه خفيفه شباب راح افرجيكم مقارنه خفيفه تمام شباب بالنسبه للشوتجنات الثانيه شباب خلينا نعمل مقارنه شباب مقارنه سريعه شباب هيك بين خاصيات يا اساطير تمام وين الشوتجن خلينا نشوف وين الشوتجن شباب قناص بندق هذا اوكي شباب مثل ما انتم شايفين شباب عندنا هون كل الشوتجنات اوكي عندنا هذا اليد الامل اول واحد عندنا الون بانش مال شباب هذا فيه ضرر وسرعه التحميل اوه شباب هذا الاحمر نفس الاخضر بس ولكن شباب في شيء ليش هذا احسن من الثاني لانه شباب هذا فيه الدقه خفيفه فهمت عليك شوف الدقه شباب الدقه عندنا يعني قليله مثل ما انتم شايفين بالنسبه لهذا شباب اوكي هذا كويس هذا يعني مش كويس ولكن هذا فيه عنده نقص المدى فهمت علي بينما هذا الشباب يعني هذا المدى والسرعه الضرب وهذا كله لا بالمدى والدقه مثل ما هو مثل العادي فهمت علي كيف بس ولكن فيه سرعه الحركه بس ولكن شباب نحن بالشوتجن ما بنسوق جدا بنجري لما يكون في فايت بنحطهم يعني سرعه حركه عادي يعني مش العادي فهمت علي كيف هيك بمنظور يا شباب بالنسبه لهذا الشباب عندنا سرعه الضربه وفيه كمان هذا الشباب سرعه التحميل بس ولكن دقة شباب الدقة كتير مهمة بالشوتجن شباب يعني كل ما الشوتجن يكون دقة حلوة بكون حلو
عندنا هذا شو هذا معروف هذا تبع الثلجي فيه المدى يعني من بعد اسطوري مرتب بس ولكن فيه سعر تحميل يعني هذا الشيء البيض فيه بس ولكن فيه سرعه تحركه. بينما هذا العادي شباب مثل ما انتم شايفين هذا العادي 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 الاخير اوكي عادي الستاندر بس ولكن شباب هذا راح يكون بالنسبه لي اللي انا شايفه شباب. اعطونا لكم بالتعليقات حبايبي هذا على حسب المواصفات شباب هذا يعتبر توب ون هذا راح يحتل يحتل يعني يكسر وضع هذا اوكي يا اساطير حبايبي الكرام ليديز اند جنتلمان هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم حبايبي الكرام. ان شاء الله عجبكم المقطع لا تنسونا باللايك والشير ومتابعه وزر الجرس وكل هالاشياء يا شباب. لا تنسوا المسابقه موجوده على انستغرام حبايبي وبتمنى لكم يومكم سعيد اوكي يا اساطير بنشوفكم على خير بنشوفكم مقطع وقطع جديد ان شاء الله عجبكم المقطع تشاو شباب كان معكم مين عليكم باي باي.